أسعد الله أوقاتكم بكل خير. لا تتوقع أبدا طريقا خاليا من العقبات في أي مجال، فهي حاضرة دائما لتختبر صبرك، والمطلوب منك إزاحتها للمضي قدما نحو أهدافك. في عالم الرياضة العقبات قد تكون منافسين أو ظروف لا بد من قهرها لتكون مكتسبات مع مرور الزمن. في حلقة الثامنة مساء اليوم أحد أبرز مكتسبات رياضتنا، لكن البداية من العالم الرقمي والحسابات الرسمية لقناة الشارقة الرياضية، حيث التغريدة التي لاقت تفاعلا كبيرا في إعلان القناة لنقل عدة مباريات لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز مثل توتنهام وليفربول خلال جولاتهم الصيفية في عدد من دول العالم. أيضا من تويتر وخبر التعميم السنوي للجنة أوضاع اللاعبين للموسم الرياضي الجديد، والذي أكد على فتح باب الانتقالات الصيفية يوم 13 من الشهر الجاري ويمتد حتى 4 أكتوبر، في حين تبدأ فترة الانتقالات الشتوية يوم 11 يناير المقبل. في جانب آخر، أعلن النصر السعودي تعاقده مع الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا قادما من نابولي الإيطالي. يذكر أن أوسبينا ارتدى أيضا قمصان نيس الفرنسي وأرسنال الإنجليزي. سريعا نذهب إلى منصة الانستغرام، حيث سجل نادي اتحاد كلباء شعاره الجديد كعلامة تجارية في وزارة الاقتصاد، وذلك لحمايته من السرقة والتقليد وإبرازه كعلامة تجارية مميزة تساهم في جذب الرعاة والحفاظ على حقوقهم التجارية. وفي استفتاء طرحه الحساب على المتابعين حول قرار الاستعانة بالحكام الأجانب في مباريات دوري المحترفين الإماراتي، عبر البعض منهم عن تأييده لهذا القرار، فيما رأى آخرون بأنه إجحاف في حق الحكام الشباب الصاعدين. حيث كتب جميل من دبي: إذا كان الأجنبي يلعب بصفة مقيم، فلما لا يتم الاستعانة بالحكام الأجانب أيضا؟ وحتى في حراسة المرمى لم يتم منع الأندية من جلب حراس أجانب. أما أحمد علي فقد علق قائلا: في ظل غياب الحكام الأجانب عن ملاعبنا أوجدنا حكام نخبة، وبالتالي فإن عودتهم إلى ملاعبنا يعني غيابهم. كانت تلك جولتنا في العالم الافتراضي، وعندما ننظر إلى أرض الواقع نجد أن الصافرة الإماراتية هي سفيرة العدل وقانونه، وحاملها هو ممثل لدولة في منظومة عدل الكرة وساحة قضائها الأوسع، وهو المحفل المونديالي، والذي كان قدرنا أن نتوشح برداء قانونه للمرة 7 في تاريخ وجودنا على ساحة القضاء الكروي. صافرته لا تبطل حقا ولا تحق باطلا، فبها سما بقانون الملعب وأجاد وضع أطرافه على كفتي الميزان، فسجلت المساواة حضورها في كل لقاء، هو القاضي لقانونه. آمن بأن العدل دائما هو المنتصر، والتعسف في أخذ القرارات يستنزف من رصيد السمعة ما يبعد أنظار وعيون الفيفا وكولونيا عن شخصه. لذلك نحى من قاموسه غطرسة وعنف القرارات، واستبدلها بابتسامة لمخطئ مدعومة ببطاقة تختلف ألوانها حسب نوع وجرم الخطأ. إنه المونديالي محمد عبد الله حسن، حديث قضاة الفيفا الذي بهر بصافرة قياصرة روسيا وهو يدير مونديالها برفقة راية للمهيري والحمادي، أحكمت هي الأخرى قانون الملعب المونديالي ونالت من رضا واستحسان جماهيره قبل أن تنال رضا لجنة التحكيم في حكومة الفيفا. فجاء الاستدعاء مجدداً وللمرة 7 في تاريخ القضاء الإماراتي. سيمينار الفيفا في إسبانيا طلب مؤخراً ثلاثية تحكيم لدخول اختبارات اللياقة، فإذا بالعلامة الكاملة ينالها الطاقم الإماراتي، وينال معها جواز المرور الرسمي للملاعب القطرية وشرف إدارة مونديال 2022.
للحديث أكثر عن حكامنا المونديالين وإنجازهم الجديد في عالم قضاة كرة القدم، ينضم إلينا في استوديو برنامج الثامنة مساء الحكام المونديالين، وأبدأ بالحكم محمد عبد الله. نورتنا أبو عبد الله. نورك الله يحفظك أخوي محمد، ونتشرف بالتواجد في قناة الشارقة الرياضية، وأشكر دعوتكم على اللقاء هذا. أكيد لنا الشرف، وأيضا أرحب بالمساعدين والطاقم المرافق معك، وأرحب أيضا بالحكم محمد الحق. سعيدين جدا بلقائك، وإن شاء الله نكون ضيوف خفيفين الظل إن شاء الله عليك وعلى أخواننا المشاهدين بإذن الله. وأيضا أرحب بضيفنا الأخير الحكم المونديالي. أشكرك أشكرك أخوي على الاستضافة، وإن شاء الله مثل ما قال أخوي نكون خفيفين الظل على المشاهدين وننقل لهم مشاعرنا بإذن الله إن شاء الله. محمد، تواجدت سابقا نفس الطاقم تبارك الرحمن في النسخة أيضا السابقة، تواجدكم للمرة الثانية أتوقع زادنا أيضا فخر بالتحكيم الإماراتي، وأيضا يثبت أن الحكم الإماراتي قادر على التواجد في مختلف المحافل العالمية وخاصة المحفل الأكبر كأس العالم. صحيح أخوي محمد، يعني إنجاز لكرة الإمارات بتواجد طاقم كامل للمرة الثانية على التوالي في منافسات وأكبر منافسات لكرة القدم المتمثل بكأس العالم، فالشرف لنا نحن نتواجد في هذه البطولة مرتين ونحمل اسم دولة الإمارات في هذا المحفل. بالعكس يعني مشاعرنا جدا يعني سعيدة، ونحن فرحين جدا بهذا التواجد، وإنجاز للشخص يقاس بالإنجازات النهائية اللي يرفع اسم بلاده، فنحن الحمد لله رب العالمين في المرة الثانية على التوالي، وفي مسابقة صعبة، يعني أن نحن نتواجد في هذه المسابقة أعتقد أن يعني كرة الإمارات والدولة تستحق فرحة مثل هذه الفرحة الحمد لله. تأكيد أبو سهيل، كيف تلقيتوا هذا الخبر الجميل والمفرح أيضا لكل شعب الإمارات؟ أكيد هذا شعور ما يوصف. هذا بلان أو استراتيجية كنا شغالين عليها مع الطاقم من 4 سنين، مرينا في ظروف كثيرة، يمكن صادف هذه البطولة بداية المشوار كان مع كورونا، وحجر كل بطولة نروحنا ننحجر فيها 30 يوم، ما نشوف بعض ساعتين التمرين أو وقت المباراة. فجد 4 سنين هذه اللي فاتت كانت معاناة كبيرة، لكن الحمد لله كان هدفنا الكبير هو الوصول كأس العالم، رفع اسم دولة الإمارات في البطولة الكبيرة، والحمد لله وصلنا لمبتغانا. يعني أبو محمد، تواجدكم هذا مش التواجد الأول، سبق وأن تواجدتوا في المونديال السابق في روسيا، حدثنا عن شعوركم في التواجد أيضا الثاني في هذا المحفل المونديالي الكبير الذي سوف يبدأ بعد أشهر قليلة. مثل ما نقول يعني لكل مجتهد النصيب، وهذه فرحة وأيضا مسؤولية كبيرة، لأنك أنت تحمل اسم غالي عليك، اسم دولة الإمارات العربية المتحدة، فلابد من أنك تتميز حتى تنقل الصورة أن أبناء دولة الإمارات دائما مميزين في كل محفل يكونون فيه. مثل ما ذكر أخواني أخذت مجهود كبير فعلا يعني، لكن اسم دولتنا يستحق أن الواحد يتعب حتى يرفع في أعلى المحافل الدولية. نعم محمد، وصولكم إلى هذه المرحلة ما أتوقع يت بسهولة، يت بجهد كبير، بتضحيات، بعمل أيضا قمتوا به خلال أيضا السنوات اللي فاتت ومنذ أيضا التحاقكم بالسلك التحكيمي. صحيح، طبعا بعد ما نحن دخلنا مجال النخبة، أنا بالنسبة لنا 2010 والشباب بعدها بسنة بسنتين، دخلنا في مشروع حكام كأس العالم 2014. طبعا أول بطولة بالنسبة لك، أول تجمع أفضل أو أصعب بطولة بالنسبة لك للأساس أنك تتواجد في كأس العالم، فتواجدنا من تقريبا قبل 2014 لين 2022 تقريبا أكثر من 8 سنوات تقريبا، أعتقد أنها كانت فيها صعوبات كثيرة وتضحيات كثيرة من جانبنا الحمد لله، وأن اجتزناها ووصلنا أن نحقق أمانينا أن يتم اختيارنا في هذا المحفل. لكن أقدر أقول أن يعني 8 سنوات فعلا كانت 8 سنوات شاقة بمعنى الكلمة، مثل ما طروا الأخوان يعني في أمور كثيرة كانت متواجدة سواء في حياتنا سواء في أمورنا حتى تحكيمنا حتى في سفراتنا كانت جدا صعبة، لكن الحمد لله رب العالمين تجاوزناها، ومش بالسهل أن الواحد يوصل كأس العالم، ونحن الحمد لله تواجدنا مرة ثانية، فأعتقد أن هذه بصمة للتحكيم الإماراتي
بصمة امتياز مثل ما نقول لتحكيم المباريات الحالية. بالتأكيد أبو السيل، نحن في فترة من الفترات كنا نشوف حكامنا يشاركون بصفة فردية، سواء كان بوتسيم، عيسى درويش وصالح المرزوقي، لكن أنتم الطاقم الأول اللي شارك كطاقم إماراتي كامل في هذه المواجهة. الحمد لله فخورين أن احنا نحمل هذا الاسم وأن نكون منتخب الإمارات التحكيمي نفس ما البعض أطلق عليه، وإن شاء الله مستقبلا يكون في طاقم آخر إن شاء الله يحمل نفس الاسم ونفس الهدف، لكن الأخوان اللي قبل بذلوا مجهود واجتهدوا والله وفقهم، ونحن كذلك بذلنا مجهود والله وفقنا وصلنا للمرحلة هذه. نعم، شو رأيك في تواجد الطاقم الكامل ايضا في مثل هذه المواجهات وفي مثل هذه المحافل، خاصه انه ممكن نشوف يعني خلال النسخ الماضيه وفي البدايات اشوف كل حكم من دوله، وكان في صعوبه ايضا في التواصل، لكن بعد تطبيق هذه التجربه كيف شفتوها انتم على ارض الواقع، خاصه انت تعرف ايضا زملائك الحكام من خلال تحكيمكم في مختلف المسابقات المحليه وحتى ايضا القاريه منها. مثل ما ذكرت في الموضوع هذا، كان الفيفا يختار الحكام كل واحد بروحه، يعني يكون حكم من دولة، مساعد أول من دولة ومساعد ثاني من دولة. بعد ما طبق تجربة الطاقم الكامل طبعا اختلف الوضع، واستمروا على هالتجربة لأن وجدوا فيها الجوانب الإيجابية أفضل من التجربة السابقة، من التفاهم، لأن نحن أنا وإخواني اللي في الطاقم فترة طويلة سنوات مع بعض في مباريات محلية، في مباريات دولية، في مباريات آسيوية، فتعطيك يعني مثل نوع من التفاهم العالي جدا، حتى أحيانا بدون بنظرة تقدر تفهم زميلك شو يبى منك وأنت شو تبى منه. فتجربة ممتازة وأعتقد أفضل وترفع مستوى الأداء في الملعب. محمد، خلال تجربتكم الأولى ودي تحدثنا عن بعض الذكريات اللي ما تنساها أنت وأيضا زملائك. والله ممكن يعني طبعا في ذكريات كثيرة طبعا خلال فترة تحكيمنا مع بعض، فعلا يعني أضيف على كلام أخوي أبو محمد أن فعلا طاقم، وجود طاقم من نفس الدولة في تفاهم كبير جدا في الطاقم، وهذا يزيد من امتياز الطاقم التحكيمي. ففي واحدة من المواقف أقدر أقول أن أول بطولة رحناها، طبعا عشان توصل كأس العالم في بطولات للمراحل السنية تحت 17 وفي الشباب، فأول بطولة كنا في تشيلي في 2017، أول مباراة كنا رايحين لها وعطونا التعيين يعني ثاني جولة مباراة البرازيل وإنجلترا. نعم. طبعا هاي المباراة إذا البرازيل فازوا راح يصعدون دور الثاني، وإذا إنجلترا فازوا راح يعني يحسمونها في الجولة الثالثة. هاي المباراة جدا كانت مهمة. فوصلنا مدينة، طرنا بالطيارة من كنا في تشيلي من سانتياغو العاصمة، فرحنا المدينة هاي اللي بنحكم فيها. طبعا أول ليلة ونحن نايمين طبعا يانا زلزال، وهذه الدولة معروفة دولة زلازل يعني. طبعا نحن ساعة 2-3 قمنا ومرعوبين، والفندق كان تقريبا طابقين ونظام الغرف خشب، نظام خشبي كذي، فتسمع صوت واضح. فأنا يعني قمت وأشوف نفسي إني أنا في حلم ولا علم. فهذه واحدة من المواقف اللي فعلا يعني دائما نذكر بعض فيها ونضحك فيها يعني، لأن اليوم الثاني لما قمنا نتأكد مع بعض فعلا الكل شعر في الزلزال يعني. نعم، بالفعل مواقف أيضا كثيرة وعديدة. الحمادي، بالنسبة لك أنت حدثنا عن بدايتك، أنت كيف دخلت مسار التحكيم وشو اللي جذبك في مهنة المتاعب هذه يعني؟ أنا لعبت من مراحل سنية للفريق الأول الحمد لله، لكن وصلت بمرحلة كان دوامي يتعارض مع تمريني فطلعت ودخلت في الجانب التحكيم. في البداية كنت داخل أن أحس أني فاقد كرة القدم كلاعب، فحبيت أن أكملها كحكم. وبعدين مع المرور الدورات اللي دخلت فيها واجتزها الحمد لله، حسيت نفسي أني أنا قادر أعطي في المكان هذا واستمريت، والحمد لله الله وفقنا ويسر الأمور. وليش اخترت أنك تكون مساعد مش حكم ساحر؟ هي عندك اختيارين، يعني أنك تتحكم كحكم أو أنك مساعد. أنا جربت نفسي في الاثنين الحمد لله قادر أعطي في الاثنين، لكن حبيت المكان هذا وحبيت حسيت أنه عندي مقدرة أني أطلع الأفضل مني في المكان هذا، والحمد لله الله يسر الأمور.
وعدينا المرحلة هذه. نعم المهري أنت شوف الأصعب، حكم ساحة ولا تواجد أيضا كمساعد يعني؟ والله في صعوبات لحكم الساحة وفي صعوبات للمساعد. يمكن لو تسأل حكام الساحة، بعض حكام الساحة يعني يقول لك لا أنا ما بكون مساعد، لأن المساعد قراره يا صح يا خطأ، وبعدين في جزء من الثانية تأخذه لازم تربط بين المرسل والمستقبل، هل اللاعب هذا كان في موقف تسلل ولا لا، وقرارك يطلع يا صح يا خطأ. أما التحكيم كحكم ساحة يمكن في مجال أكثر للتقدير، يعني في حالات كثيرة نختلف فيها، لو جلسنا مثلا 10 تحصل 5 في مع الحالة أو مع الخطأ، و5 مش مع الخطأ، لكن الأوفسايد ما في يا صح يا خطأ، فهي تكون جدا دقيقة بالنسبة لكم. لازم تكون جدا دقيق. نعم صحيح. نعم الله يكون أيضا في عونكم. أنا أضيف على الشباب، فعلا هنا بالنسبة لي أنا تخليني ساحة ولا تخليني مساعد، ليش يعني شو الفروقات يعني؟ فيها تركيز كبير جدا يعني، خاصة أنك أنت طول الوقت مع ثاني مدافع، ولازم تعرف الجزء من ثانية في لمس الكرة، مش في لعب الكرة، في لمس الكرة، فهذه من الأشياء الصعبة يعني صراحة. وأنا وجودي كحكم أفضل لي من مساعد. نعم خلال الفترات الماضية وعملكم مع بعض، شو التحديات اللي واجهتوها خاصة في أمور التواصل والتفاهم مع بعض يعني؟ والله الحمد لله يعني أول يمكن بداية المشوار شوية تعرف عشان نطور نفسك فيها، لازم كنا بعد كل مباراة كنا نقعد مع بعض ونشوف الأشياء الإيجابية والسلبية اللي كنا نطيح فيها. خلال يمكن 2 أو 3 سنوات يمكن الحمد لله أن تجاوزنا هاي السلبيات كلها، والحمد لله رب العالمين أن مثل ما قال أبو محمد أن يعني حتى بنظرة ممكن نتفاهم مع بعض. وكانت يعني فترات صراحة البداية هي الفترات الأهم في مشوار الطاقم التحكيمي، أن أنت لازم تعرف زميلك وتعرف الطاقم اللي معك. فشباب صراحة أنا من هالمنبر يعني أشكرهم صراحة على يعني سعة صدرهم حتى معي أنا يعني. أتوقع هذا جانب من النجاح إن روح الفريق الواحد اللي موجودة بينكم. صحيح صحيح، يعني نحن صراحة يعني بشكل يومي حتى على تواصل، يعني حتى لو ماشي مباريات ما يعني ما في يعني مهمات بالنسبة لنا، لكن نحن على تواصل الحمد لله كأن أخوان يعني، لأن عشرتنا طويلة مع بعض والحمد لله مستمرين مع بعض. الله يحفظكم. نحن بنسير نشوف بعض اللقاءات ونرجع. عبارات الفخر هي تلك التي لمسناها من وسطنا الرياضي اعتزازا بما يقدمه الطاقم المونديالي في كل حدث قاري أو عالمي. نتابع. تعرف منوها؟ من أقوى الحكام عندنا محمد عبد الله حسن. متابع الحكام؟ أتابع الحكام. متابع للكرة؟ مو بوايد بس أتابع بإمارات مرات. لازم نعطي دور حق العيال دولتنا، وغير هذا إن ما في مشكلة إن نجيب حكام من برا، بس لازم نحن نتعلم ونعطي دور حق عيالنا. تعرفها؟ أي أعرفها. منوها؟ محمد عبد الله حسن. الكابتن محمد عبد الله حسن، أول شيء شو توجه له من الكلمات؟ أقول الله يوفقك إن شاء الله في حياتك. هذا محمد عبد الله حسن. أول شيء الكلمة اللي توجهها للكابتن. والله ريال شرفنا في وايد محافل زين، واتمنى له التوفيق في مونديال قطر. أنا ضد الحكم الأجنبي. السبب؟ والله إذا حكام واصلين كأس العالم يعني أنهم يدورون المباراة بطريقة صحيحة يعني، وفي أخطاء تحصل حتى في الحكام الأجانب يعني. وحين تقنية الفار تدعمنا وما له داعي أنا أشوف أن الحكم الأجانب نازل فرصة للمواطنين بما أنهم مشاركين وواصلين المونديال. والله حكم ممتاز ما شاء الله عليه، واتمنى له توفيق. اكيد الحكم على حسب الضغط اللي عليه، الحكم لازم يتحمل الضغط عليه في المباريات الكبيره ويحكم زين. واتوقع حكام الامارات يقدرون يتحملون الضغط. اول شيء ابارك له الوصول لكاس العالم وكاس اسيا، ويستاهل كل خير الحكم محمد عبد الله، من الحكام الجيدين. قادرين حكامنا أنهم يمشون على خطة الكابتن محمد؟ إيه نعم قادرين، وهم قدها إن شاء الله. والله أنا أفضل حكامنا هم لولا يعني. يعني أنت ضد الحكام الأجنبي؟ إيه نعم ضدهم أنا. يعني بالمختصر حكامنا خط أحمر؟ إيه نعم خط يعني الحكام خط أحمر، بس يعني كل الحكام يغلطون ما فيها شيء يعني، كرة قدم تحصل أخطاء وشي يعني عرف. هاي محمد عبد الله حسن أنا من أحد المعجبين فيه، وأتمنى له التوفيق في حياته. ما أعطاه الفرص للحكام المواطنين، راح يتعلمون منهم لأن الأجانب لهم خبرة يعني، فبيأخذون خبرة بيتحسنون إن شاء الله. استمر الله يوفق أخوي،
هو الوحيد مشرفنا يعني برا الدولة. ايه لازم الحكم لازم يغلط. انت مع او ضد عودة الحكم الاجنبي؟ لا ضد، ما ابغى حكم اجنبي. السبب؟ حكمنا زينين. حكم محترم وقدير ونتمنى له التوفيق ويعطيه العافية. لا ضد. السبب؟ نفتخر بربعنا. حتى لو غلطوا؟ الإنسان مش معصوم عن الغلط، الكل يغلط. رجعنا أيضا بعد ما شاهدنا هذه المقابلات محمد، إشادة كبيرة أيضا بشخصك الكريم أنت وزملائك المونديالين. وأيضا من الجميل اللي لمسناه في هذه اللقاءات أنها كانت من فئة الشباب ويتحدثون أيضا بوعي في هذا المجال. والله أنا في البداية صراحة مشكورين على المقابلات هذه وعلى الكلام اللي أنا سمعته. أعتقد أن هذه يعني شهادة بالنسبة للتحكيم الإماراتي بشكل عام، يعني على تمييز الحكم الإماراتي. أنا شاكر لهم صراحة على الكلمات الطيبة اللي سمعتها اليوم، اللي صراحة تزيدنا يعني أن يعني نشرف دولتنا بأفضل صورة. فيعني هذا الكلام اللي سمعته يعني وسام على صدر كل حكم متواجد في دولة الإمارات، ونتمنى إن شاء الله هالكلام ومن الشباب هذيلا أن يعني تزيدهم إن شاء الله وتتحفهم أكثر في التحكيم الإماراتي. نعم الحمادي، شو رأيك في ثقة الجمهور المحلي أيضا بالحكم المواطن؟ اليوم أنا أشوف جمهورنا المحلي قاعد يتابع الدوريات العالمية كلها ويقارن بين الأخطاء اللي تصير عندنا والأخطاء اللي تصير عندهم في الدوريات كلها. أتوقع أن جمهورنا على قدر كبير من المعرفة والفهم، ويمكن يطلع في لحظة بكلمة بكذا يتعاطف مع فريقه، لكن لو ترجع له بعد فترة بعد يوم أو يومين تلقى له هدى ويقول لك الواقع اللي صار. فنشكر كل من أشاد بالتحكيم الإماراتي وإن شاء الله نكون عند حسن ظنهم دائما. نعم للمهري نشوف أيضا يلتمسون العذر للحكم ويعرفون أن الأخطاء جزء من اللعبة، وأيضا هذا يخلي على عاتقكم أيضا ثقة كبيرة في تقديم الأفضل في شتى المباريات. أتفق مع أخواني أول شيء أن أكثر ردود أفعال الجمهور تكون بعد المباريات مباشرة، تكون عاطفية، يعني كل واحد يشجع فريقه ويكون متأثر أيضا بالنتيجة. متأثر بالنتيجة. أنا متأكد أنه هو يوم يجلس مع نفسه يعني بعد فترة بعد ما يهدى ويرجع للحالات، أعتقد أنه يعني يحكم العقل بشكل أكبر من العاطفة، لكن في وقت الحدث تكون عاطفة أكبر. نعم. محمد، شو أصداء المشاركة الأولى للمونديالية، كيف يتعامل معاكم أيضا المجتمع واللاعبين وحتى أيضا أهاليكم؟ أتوقع يفتخرون فيكم نفس ما نحن أيضا نفتخر فيكم. أعتقد أنها كانت فرحة كبيرة بالنسبة للجمهور الرياضي بشكل عام وجمهور الكروي بشكل خاص. نحن يعني شفنا الفرحة في التغريدات، شفنا الفرحة في السوشيال ميديا، شفنا الفرحة حتى في القنوات التلفزيونية. أعتقد أن يعني كانت فرحة كبيرة، ونحن حتى يعني شعرنا في هذه الفرحة لين ما حتى خلصنا بعد كأس العالم. بعد ما رجعنا من كأس العالم حتى كانت في لقاءات تلفزيونية الحمد لله، وبالعكس يعني هذه اللي زادتنا نحن أن نحن يعني نرفع من مستوياتنا أكثر وأكثر عشان نوصل لكأس العالم اللي بعد. بصراحة أول ما وصلنا للدولة على طول فكرنا في كأس العالم اللي بعده، يعني لأن نحن عندنا الإمكانيات وشفنا الإمكانيات، وبالعكس يعني ما ينقصنا شيء. وغير هذا بعد لما كان لنا لقاء مع سمو الشيخ محمد زايد رئيس الدولة الله يحفظه، بالعكس يعني هذا اللقاء ولقاء مع سمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة الله يحفظه، اللقاءين هذه صراحة أعطونا انطباع كبير وأعطونا دافع كبير على أساس أن نحن نفكر في الكأس العالم اللي بعد على طول، يعني لأن شفنا الفرحة وشفنا الكلمات وسمعنا الكلمات اللي قالوها لنا. بالعكس كانت فرحتهم جدا كبيرة بتواجد طاقم إماراتي في المونديال. فهذه إن شاء الله بإذن الله أنها بتخلينا إن شاء الله أن نحن نروح كأس العالم بريحية أكثر ونقدم أفضل مستوى لنا إن شاء الله بإذن الله. بوسيل، يوم أشوف أنت هذا الدعم والاهتمام من القيادة، شو اللي تحس بأنت كحكم؟
أول شيء كإماراتي هذا شعور ما يوصف، أنك أنت تقابل سمو الشيخ محمد الله يحفظه يطول بعمره، وثاني يوم تقابل سمو الشيخ محمد بن راشد، والشيخ محمد بن زايد الله يحفظه في 2018 قال أريد أشوفكم في 2022، وإحنا اليوم الحمد لله حققنا أمنيته وأمنيتنا وأمنية كل الشارع الرياضي. ونفس ما قال أخوي محمد، التواجد في المكان هذا صراحة يعني هذه أعلى مرتبة في كرة القدم كحكم، واليوم لما توصل أنت أعلى شيء هذا نفس ما قال أبو محمد، هذه أكبر مسؤولية موجهة علينا إحنا. إن شاء الله إحنا نوعد المسؤولين الاتحاد والشارع الرياضي كله إن إحنا نقدم كل اللي عندنا في المكان هذا ونبيض الوجه بإذن الله. ودائما أنتم ما شاء الله عليكم مبيضين الوجه المهري، شو اللي تبون توصلوا له أنتم كحكام إماراتيين، خاصة وصولكم أنتم الثاني، تبغي هالشيء يوقف ولا تبغي أيضا أخوانك يحملون هذه الراية ويكملون هذه المسيرة اللي بدت في 94 مع بداية حكمنا علي أبو تسيم؟ لا بالعكس، بالتأكيد يعني نحن نتمنى أن المسيرة تستمر، كل واحد يأخذ دوره وبيمشي، لكن من بعده أحد بيأخذ الراية وبيكمل إن شاء الله. نحن تعودنا على مر السنين وتعلمنا التميز من اخواننا الكبار اللي سبقونا في المجال هذا، وان شاء الله الشباب اللي جايين ان شاء الله بيتعلمون وبياخذون رايه ان شاء الله وبيستمرون ان شاء الله على نفس النهج في الايام الجايه ان شاء الله في السنوات القادمه باذن الله. باذن الله. محمد، ودي اتكلم شوي عن الشارع الرياضي وايضا الانديه في بعض الاحيان تضع الحكم شماعة لخسارة الفريق، وبعض الاحيان وفي كثير من الاحيان نشوف الحكم بريء من هذه الأمور، تأثير هذا الشيء عليكم أنتم كأشخاص وأيضا أفراد، وتأثيره أيضا أتوقع على أسركم وعوائلكم؟ شوف، في البداية طبيعة كرة القدم وطبيعة التحكيم بشكل خاص فيها هالأمور، يعني فيها ضغط نفسي، فيها مثل ما تقول يعني مش الكل يكون راضي، خاصة الأندية واللاعبين بعد المباراة بالذات، يعني مثل ما تفضل يعني أبو محمد أنه بعد المباراة بالذات يعني اللاعب او الاداري او المسؤولين في الانديه لما يطلع بعد المباراه على طول يكون متنرفز وهو ما يدري شو وضعيه الخطا، لكن بعد ما يهدى بعد يوم يومين يعرف انه مثلا الحكم لا كان ماخذ القرار صح، لكن هو اللي استعجل في تصرف بهذا التصرف. بشكل عام في كره القدم هذه الاشياء موجوده، لكن نحن علينا كحكام ان احنا نكون متمرسين ومثل ما تقول نحافظ على هدوءنا سواء بعد المباراة ولا قبل المباراة. لكن في أشياء مثلا تصير بعد المباراة في السوشيال ميديا ولا حتى في مثلا اللقاءات التلفزيونية بالنسبة للمسؤولين، في كلمات مثلا تطلع يعني ما تكون مناسبة في مثلا تكلم عن الحكم أو حكم معين، فهذه يعني فعلا يعني ممكن تأثر على أهالينا، ممكن تأثر مثلا حد من أهالينا سمعوا هالكلام أكيد ما بيرضون يعني. لكن بشكل عام انا اقدر اقول لك يعني تمرسنا على هالامور وبالنسبه لنا شيء عادي، مثل ما اللاعبين والمسؤولين بعد فتره يتناسون احنا بعد نفس الشيء نتناسى صراحه، فنبدا صفحه جديده، لان لو انت حطيت في بالك وتميت تفكر في الموضوع ما راح تستوي حكم، فالحكم الجيد هو اللي دائما بعد فتره على طول يمسح كل الامور والسلبيات هذه اللي كانت وراء الضغوطات هذه. لازم يكون مدرك ايضا ان هذه الضغوطات ما تكون سلبيه ايضا، صحيح ممكن يحولها ايجابيه بالنسبه له، فهذا هذا ذكاء الحكم انه ايوه يحول الموضوع السلبي لايجابي بالنسبه له. بوسهيل، مجالكم دائما في كثير من التحديثات، يعني ممكن انت تشوف حاله خلال هذا الموسم لكن نفس الحاله في الموسم اللي بعده او اللي بعده تكون في تغييرات، لانتم لازم ايضا تواكبون هذه التحديثات اللي صايرة في مجال قضاة الملاعب. صحيح أخوي محمد، يمكن هذا الموضوع يخلي لجنة الحكام عندنا وفي الاتحاد الآسيوي وفي الاتحاد الدولي شغالين أول بأول على موضوع الورش. إحنا من يومين كان عندنا ورشة من الاتحاد الآسيوي، وبعد واللي قبل الأسبوع اللي قبله كنا مع الاتحاد الدولي، والأسبوع اللي بعد الجاي بيكون مع الاتحاد المحلي، فهذه الورش دائما باستمرار موجودة للتثقيف الحكام، تثقيف الشارع الرياضي عشان على اساس انه يطبق احدث شيء في نظام في قانون التحكيم. نعم المهري، خلال مشاركاتكم ايضا السابقه في مختلف المحافل نشوف في احتكاك يكون مع الحكام الافضل والنخبه اللي موجوده سواء في القاره او حتى ايضا في العالم، كيف استفدتوا انتم ايضا من هذا الاحتكاك اللي موجود مع زملائكم الحكام من مختلف ايضا دول العالم؟
طبعا هو الشخص الناجح ما ينتظر انه يكتسب الخبرة بنفسه، يعني انت محتاج سنوات كبيرة عشان تكتسب خبرة، لكن ممكن انت تختصر السنوات هذه بانك تاخذ خبرات الناس الاخرين، فتشوف شو الاشياء الايجابية اللي يسوونها تستفيد منها وتطبقها، شو الاشياء السلبية اللي هم يقومون بها انت ممكن تتفاداها وتستمر في مجالك، تاخذ الاشياء الايجابية وتترك الاشياء السلبية، تتعلم من الاخرين قبل لا تتعلم من نفسك، فهذا يختصر عليك سنوات كثيرة ويعطيك يمكن مجال انك انت تكون مستواك اعلى وتصل الى مستويات جدا عالية. نعم محمد، كيف الحكم ممكن يحافظ على مستواه والرتم العالي اللي وصل له يعني؟ طبعا فيها كذا عوامل. العامل الاول انك انت مثل ما تفضلت توه انه لازم تكون محدث نفسك في موضوع القانون، لان فيها تفسيرات كل سنه فيها تغييرات، هذا واحد. شيء ثاني بالنسبه او سلاح الحكم في الملعب، اهم عامل بالنسبه للياقه، فانت لازم تحافظ على نفسك لياقيا وتكون مستمر في موضوع التمارين بشكل يومي. نحن تقريبا اغلبيتنا يعني نتمرن 6 ايام في الاسبوع، يوم واحد فقط راحه، فمستمرين في التمارين. وعندك العامل الثالث والاخير انك انت يعني تستفيد من اخطاء الاخرين، فهذا جدا مهم انك انت تستفيد من، مش شرط في كره الامارات، في الدوريات المحليه لازم تكون ايضا حكم متابع. نعم لازم تكون متابع، وبعض الاوقات فيها في لعبات تستوي يمكن مره واحده في 10 سنوات تستوي، فانت لازم تحدث نفسك في هالامور على اساس انك انت ما تطيح في نفس الخطا وتعرف القانون شو يقول بالنسبه للقرار هذا. فهذه الامور والعوامل، وفي عوامل كثيره بالنسبه لك انت كشخص، لازم مثل ما تقول تصق ذنيك على امور الخارجيه اللي محيطه فيك وتطور نفسك ذاتيا. بالتاكيد اذا حكمت فاعدل ولا تدخل الهوى فيما يثقل حكما، هذا هو شعار الذي اتى ببوتسيم وتواصل بدرويش والمرزوقي وغيرهم، وليس غريبا ان يواصل عبد الله والمهري والحمادي، لكن ما الذي حدا بانديتنا للمطالبه بالأجنبي؟ نتابع هذا التقرير. قانون الملاعب تتلون صافرته، ولم يعد حكرا لمن يتكلمون لغة الضاد بل لغير الناطقين بها، الأمر الذي أثار حفيظة البعض ونال الاستحسان لدى البعض الآخر. المتحفظون رأوا أن القرار فيه إجحاف لصافرة تغنى بها الفيفا وأبقاها حاضرة في المونديالات لسبع دورات، فلماذا نعكر صفها بغرباء؟ وهل انعدم مفهوم الثقة للدرجة التي تسمح للأجانب بنيل شرف قمة البطولات الكبرى في ملاعبنا ونبقي على المونديالين خلف ستار الأحداث؟ وهل من العدل أن نأتي بقاضي أجنبي لم ينال الشرف المونديالي على حساب حكام نالوا هذا الشرف؟ هكذا كان السؤال ممن تحفظوا وترك البعض منهم المناصب رفضاً لحيثيات القرار. أما الفئة المناصرة لقرار الصافرة الأجنبية كانت لهم نظرة ذات أبعاد أخرى، حيث لم تنل من ثقة قضاتنا لأنهم أولاً فوق مستوى الشبهات وينزلون ساحة الملعب كطرف ثالث يسعى للفوز بنقاط نزاهة المباراة. ولكن هناك تجديد في قانون المستديرة سبقنا البعض فيه، ولا عيب أن نستفيد ممن يمتلكون الخبرة في العلاقة بين صافرة الساحة المفتوحة وقرار غرف الفار المغلقة، وهي العلاقة التي تسببت في الكثير من السلبيات في السابق. أما بسبب وضع الكاميرات أو بسبب اللغط في الرجوع إلى الفار من عدمه، وبالتالي الاستعانة بأصحاب الخبرة قد يكسبنا المزيد من الإيجابيات ويجنبنا الكثير من الأخطاء. We'll be right back.
أيضا مشاهدين الحديث أكثر عن فقرة التحكيم لهذه الليلة، ينضم إلينا في اتصال مرئي الحكم المونديالي السابق عيسى درويش. بداية أرحب فيك في برنامج الثامنة مساء، وأيضا ودنا تحدثنا عن هذا الإنجاز الإماراتي حاليا بتواجد الطاقم الإماراتي في المونديال القادم. مسك عليك أستاذ محمد ومسي على كان الموجودين الطاقم المونديالي أستاذ عبد الله وأستاذ محمد أحمد وحسن المهر، أرحب بهم إن شاء الله يعطيكم العافية. نعم، نشوف اليوم حكمنا عيسى في تواصل في الأجيال من 1994 إلى اليوم، من بداية بوتشيم وأيضا إلى نهاية هذا الطاقم، في أجيال متواصلة تتواجد، وبالتأكيد هذا فخر لشعب الإمارات قيادة أيضا وجمهور. طبعا أنا أشكر الدولة الإمارات مولدة ما شاء الله، وحاليا نقول يعني سابع مره نكون متواجدين في كاس العالم، وطبعا هذا انجاز لدوله الامارات ولجنه الحكام والسلك التحكيمي في الامارات. طبعا هذا ما يجي عن فراغ، طبعا الاخوان اللي موجودين في لجنه الحكام، اللجان السابقه طبعا اشتغلوا، واللجان كلهم ما شاء الله يعني تواصلوا في الامور، والحمد لله الحكام اللي كانوا موجودين ظهروا بشكل جيد يعني بمستوى طيب، يعني ظهروا في كأس العالم، وما شاء الله تبارك الرحمن الأستاذ يعني بداية الأستاذ ملك حسين، والنهاية وإن شاء الله يعني الإخوان الموجودين مثل طاقم محمد عبد الله هاي ثاني مرة يعني يكونوا موجودين، ونتمنى إن شاء الله بعد يوصلون لثالث مرة إن شاء الله يستمرون يعني بهذا المجال ويكون يعني موجودين في كأس العالم بإذن الله. كابتن عيسى، شفنا أيضا خلال الفترة الماضية عودة الحكم الأجنبي على الساحة الإماراتية، كيف شفت هذا القرار بعد فترة غياب طويلة كانت؟ طبعا هذا قرار من اتحاد الكرة وصادر من اتحاد الكرة، هم مسؤولين عن القرار هذا، وأظن يعني عندهم بعد مقيمين ويقيمون التجربة هذه، يعني القرار يرجع لهم هم يعني كحكام أجانب وحكام مواطنين. نعم، كيف تشوف أيضا تواجد الأسماء الشابة حاليا أيضا عندنا في دولة الإمارات وخاصة في مجال قضاة الملعب؟ أنا مثل ما قلت يعني دولة الإمارات مولدة ما شاء الله، حكام موجودين وحكام على مستوى عالي، وحكامنا على مستوى الدولي وعلى مستوى القاري وعلى مستوى الدول العربية. طبعا حكامنا اللي تواجدوا كأس العالم يعني طاقم محمد عبد الله طبعا قدموا مستوى طيب على مستوى الآسيوي وعلى مستوى العالم، طبعا هم خاضوا مباريات تصفيات كاس العالم لين تم اختيارهم يعني في النهايه لكاس العالم، يعني هذا التواصل موجود، وان شاء الله يعني مستوانا يعني نحن الحمد لله بخير، يعني مستوى التحكيم عندنا عالي جدا وما يصير بعيد، شوف على مستوى يعني وجوده نحن على مستوى دول الخليج، يعني حكامنا يتواجدون في دول الخليج يحكمون في الدوري الكويتي، وشفنا في الدوري العماني موجودين، فهذا يدل على ان لهم ثقه في حكامنا الدوليين. نعم، تبارك الرحمن، نشوفهم ايضا موجودين في اكبر المحافل في كاس العالم للانديه ومختلف ايضا الاحداث القاريه. رساله اخيره توجهها ايضا للحكام اللي معنا موجودين، حكامنا المونديالين في الاستوديو. طبعا هم ما شاء الله تبارك الرحمن الموجودين
اصحاب خبره ولهم خبره ولهم باع طويل في التحكيم، ولنا ثقه كبيره فيهم ان يقدمون مستوى طيب ان شاء الله. ودائما يعني حكام الاماراتيين اللي حضروا اللي وصلوا دائما يوصلون في مراحل متقدمه، قدموا مستوى طيب في كاس العالم. انا يعني لي ثقه كبيره فيهم ان يوصلون لادوار متقدمه ان شاء الله في هذه البطوله. بالتأكيد ثقتنا فيهم كبيرة. حكمنا المونديال عيسى درويش، نشكرك على هذه المداخلة عبر أيضا اتصال مرئي. ومشاهدينا نذهب إلى فاصل سريع ثم لنعود. دقائق ثمان دقائق. حان الآن موعد أذان العشاء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته. مشاهدين رحب بكم مجددا. محمد عبد الله، رسالة أخيرة حاب توجهها للشارع الرياضي، لزملائك الحكام وحتى أيضا الجمهور الكريم. يعني أقدر أقول أن أشكر من كل من دعمنا خلال الفترة اللي فاتت،
واللي خلانا نوصل هالمواصيل الحمد لله رب العالمين. واعتقد ان يعني التحكيم الاماراتي رايح في مسار صحيح مثل ما تفضلوا شباب، انه يعني من 94 الى يومك هذا انجاز لكره الامارات دائما مرتبط بانجاز وصول الحكام لكاس العالم. فانا من جهتي انا اشكر كل من دعمنا صراحه خلال الفتره اللي فاتت من المسؤولين وحتى من الشارع الرياضي ومن دعواتهم الطيبه. يمكن شفنا بعض النماذج اللي كانت تدعينا صراحه في اللقاءات، واتمنى ان شاء الله ان يعني الناس شويه او الجمهور الرياضي شويه يصبرون على التحكيم الاماراتي في الفتره القادمه، لان في شباب قادمين أكيد. شباب بارزين. نحن كنا يوم من الايام نفس المستوى ونفس الوضعيه، والحمد لله رب العالمين بصبر الناس وبصبر الجمهور علينا ودعم الجمهور لنا، نحن الحمد لله وصلنا كرة الإمارات بتواجد حكام كأس العالم. فهذه الأشياء كلها مثل ما تقول متراكمة ولسنين متراكمة. فأتوقع أن من جهتي أنا أقدر أشكر الجميع مرة ثانية وأشكركم أنتم على اللقاء هذا. هذا واجبنا أبو سير. نحن أيضا نتمنى هذه الاستمرارية تكون موجودة. نحن حاليا راح تواجه مرة السابعة، نتمنى أيضا تتكرر خلال الأعوام أيضا بإذن الله. أعتقد في اتحاد الكرة في استراتيجية محطوطة من الاتحاد الأسبق والسابق والحالي بخصوص تواجد الحكام حتى 2030 في 26 و30. لكن أنا أحب أشكر، ما بعيد ولا بزيد على كلام عبد الله، لكن في شخصية بصراحة رياضية محنكة، احنا فخورين جدا ان احنا موجودين في اماره الشارجه. واحب اشكر سمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي بصراحه، هذه الشخصيه اللي في كل لقاء رياضي دائما سبورت للتحكيم الاماراتي. صحيح. سمعنا كثير، وكل لقاء رياضي حتى لو ما كان في طاري تحكيم، لكن هو يطري التحكيم ويدعمنا. الله يطول بعمره ويحفظه. وهذا الشيء لاحظناه خلال الاستقبالات الرياضيه. صحيح. سواء للانديه اصحاب الانجازات وغيره. صحيح. الله يحفظه ويطول بعمره ويديم تاج على راسنا. اللهم امين. ايضا كلمه اخيره منك المهري. كل الشكر لكل من دعمنا في المرحلة اللي فاتت من توفيق رب العالمين، شيوخنا، مسؤوليننا، الجميع. يعني الواحد ما يذكر أسماء أهلنا، الواحد ما يذكر أسماء على أساس ما ينسى أحد يعني. وإن شاء الله بتوفيق رب العالمين إن شاء الله أن مشاركتنا راح تكون مشاركة إن شاء الله طيبة، وإن شاء الله استمرارية لبياض الوجه من أبناء دولة الإمارات اللي هم مميزين في كل المجالات الحمد لله. أكيد. فان شاء الله نكون استمراريه لهم ان شاء الله، ويكونون اخواننا في مجال التحكيم اللي بعدنا الشباب الجايين ان شاء الله استمراريه لنا ان شاء الله. باذن الله كلنا ثقه فيكم انتم طاقم الاماراتي المشرف، وباذن الله المهمه تكون ناجحه بتواجدكم انتم محمد عبد الله وايضا محمد الحمادي وايضا حسن المهري باذن الله. كلما زاد النشاط البدني زاد معدل حرق السعرات الحرارية في الجسم، والانتظام في ممارسة الرياضة يحسن من قوة عضلاتك، أيضا يعزز من قدرتك على التحمل. فقرتنا الرياضية اليوم مع المدرب هيثم الزرعوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وياكم الماستر هيثم الزرعوني. فقرتنا اليوم تتكلم عن الجري. بنتكلم عن الجري بشكل عام وكذلك بشكل خاص، ولكن للمستوى المبتدئ بشكل عام. رياضة الجري من أقدم الرياضات اللي بالإمكان تكون رياضة بحد ذاتها أساسية من المستوى المبتدئ حتى وصولك للأولمبياد، أو بإمكانها تكون رياضة ثانوية تدعم رياضات أساسية أخرى. على سبيل المثال فنون القتال، يحتاج اللاعب أنه يجري لرفع مستوى اللياقة أو أنه ينزل من الوزن. إذا تكلمنا عن المستوى المبتدئ والأشخاص الغير رياضيين، يحتاجون الجري لتنزيل الوزن أو رفع اللياقة أو أن أسلوب رياضي صحي. الأشياء اللي يركزون عليها دائماً هي المدة. يقول لك أنا بجري ولكن المدة الفلانية مثلاً 20 دقيقة 30 دقيقة، ولكن هنالك معايير أخرى بالإمكان تضيفها حتى لو كنت على مستوى المبتدئ، ألا وهي الأرضية وكذلك كرمة الحذاء وكذلك السرعة في 20 دقيقة. على سبيل المثال لما تجري على الأسفلت في المنطقة السكنية يفرق لما تجري على الشاطئ أو على الرمل، وكذلك يفرق الجري معاك لما تجري على الكتش أو على طرف الشارع، نحن نسميه بالعامية الكتش. فلما تجري على الحشائش تكون في اختلاف كذلك بينهم، النتائج تفرق
سواء كنت تجري من حيث السرعة أو المسافة أو حتى استفادتك سواء كانت من خلال العضلة أو العظم كذلك في الرجل. عندك مستويات الجري على سبيل المثال على الأسفلت بإمكانك تجري بسرعة كبيرة ومسافة طويلة ولكن ما تتأثر بشكل كبير إلا لو كان مستوى لياقتك نازل، على عكس لما تجري على رمل الشاطئ ما باللي قريب من الماء أو قريب من البحر، لا اللي يكون بعض الشيء بعيد ويكون فيه كثافة كبيرة فرجلك تضغط أو تدخل في الرمل، هني عملية التعب تكون كبيرة وما بإمكانك تجري بشكل كبير منعا للإصابات أو سرعة عالية كذلك. الاختلاف هذا تحتاج له كرمة حذاء معين، الأسفلت لها أحذية معينة، لما تجري على الشاطئ في من الناس ما تلبس أحذية أو في من الناس تلبس أحذية ولكن مخصصة للأوفرود أو للمناطق هذه أو الأرضيات المختلفة. من الأرضيات الأكثر شعبية في الوقت الحالي والتي تعد الأفضل هي الأرضية المطاطية، منتشرة في النوادي بشكل كبير وكذلك منتشرة على أطراف المناطق السكنية في إمارة الشارجة. هاي الأرضية مفيدة جدا حيث أنها تقلل من عملية الإصابة الممكن تتراكم من عملية الجري لتصيب الركبة بشكل خاص أو أسفل الظهر، موجودة عندنا. ولكن بنركز على عملية الجري نفسها، طريقة الجري أنواع بنركز عليها. طريقة الجري الصحيحة بإمكانك تبداها من عملية المشي ومن ثم المشي السريع ومن بعدها الهرولة. بإمكاننا نأديها بهالطريقة، هذا هو المشي، المشي الاعتيادي بالإمكان تقول عنه رياضي. أرجع، نأديها بصورة أسرع، نأديها طريقة المشي السريع. حتى الآن نركز على عامل السرعة وارتفاع الرجل عن الأرض، ما نرفع الرجل عن الأرض بشكل كبير. عملية الجري السريع ولكن الرجل قريبة من الأرض اللي بنأديها حين مفيدة جدا للمسافات الطويلة وكذلك العدائين يركزون عليها، هي تكون بهالطريقة. هذه الطريقة تساعد العداء أنه يستغل الجزء السفلي من الرجل بشكل كبير في بداية السباق. بإمكانك توصل لسرعة 4.5 بيس، نحن نسميها في عملية الجري أو مستوى الجري نفسه، كم السرعة نقيسها بالبيس، 4.5 بيس معناته تقطع الكيلو الواحد في 4.5 دقائق. نأديها مرة ثانية بهالطريقة، هاي تفيدك قلنا المسافات الطويلة. من بعدها بعد ما تقطع على سبيل المثال كان السباق عندك 5 كيلو ولا 10 كيلو مستواك متقدم، بإمكانك تأدي هاي الحركة لمستوى 2 كيلو، من بعد 2 كيلو ترفع الرجل لأعلى وتأخذ سرعة أكبر. فعلى المستوى المبتدئ بالبداية بإمكانك تأدي نفس الحركة اللي تو أديناها ألا وهي الجري السريع ولكن رجل قريبة من الأرض، ومن بعدها ترفع الرجل. ولكن لا تنسى اليدين كذلك، اليدين تفيدك بشكل كبير، تفيدك في عملية تناسق الجسم الجزء العلوي والسفلي وكذلك عملية السرعة. على سبيل المثال في مناطق سكنية فيها ارتفاعات ونزول، في مناطق في أيام ممكن تجري فيها يكون الهواء ضدك، فعملية تحريك اليد تساعدك بشكل كبير أنك تحافظ على السرعة هذه ووصولك للهدف الأخيرة أو النتيجة الأخيرة في المدة المحددة. نشكر أيضا الكابتن هيثم الزرعوني، تحدث عن أهمية أيضا الأرضية لنمارس عليها رياضة الجري أو حتى رياضة المشي وأيضا أنواعها في الهدف اللي يبغي يوصل لها الرياضي من خلال ممارسة هذا النوع من الرياضات. ونحن أيضا نحثكم على ممارسة الرياضة بشتى أنواعها وأيضا اتباع التعليمات الصحيحة سواء من المدربين المختصين أو حتى إذا كنت شخص تعاني من بعض الأمراض أو الإصابات أنك تستشير طبيبك في هذه الرياضة. مشاهدينا وصلنا وإياكم لختام حلقة اليوم، انتظرونا غدا في نفس الموعد، استودعكم الله الذي لا تضيع ودع في أمان الله.